السلام عليكم، أنا اسمي سلامة الحمادي، طالبة صيدلة في جامعة خليج الطبية، واحدة من أعرق الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتميز جامعة خليج الطبية بقاعات مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية وغيرها من الأدوات العملية التعليمية الحديثة والمختبرات المتطورة. نفخر في جامعة خليج الطبية بالتعاون مع مؤسسة نافس التي توفر منح دراسية كاملة للطلاب الإماراتيين الملتحقين ببكالوريوس الصيدلة مع مكافآت شهرية وفرص عمل بعد التخرج. تبدأ الدراسة في فبراير 2024، فشو تتريون؟ اغتنموا الفرصة.